السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب من أجل إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. بينما تتضخم أزمة السكن في العراق مع زيادة عدد الأحياء العشوائية المبنية على هامش المحافظات العراقية، تقدم السلطات الحكومية بين الحين والآخر أو تقدم على هدم منازل الطبقة الفقيرة بذريعة التجاوز على أراضي الدولة، وصار ملايين العراقيين يحلمون بسكن يليق بالكرامة الإنسانية، بينما ترتفع أسعار العقارات بشكل جنوني يفوق قدرة المواطن العراقي بعد عمليات غسيل أموال من قبل جهات وأحزاب متنفذة في شراء الأراضي والعقارات. ويعد الارتفاع غير المسبوق في الأسعار علامة على اتساع الهوة وعدم المساواة، حيث الغالبية العظمى من العراقيين لا يستطيعون دخول هذه السوق، وأصبح حلمهم في هذا الموضوع هو امتلاك منزل بعيد المنال. وفي محاولة منها لذر الرماد في العيون، أعلنت السلطات الحكومية عن توزيع 50 منزلا واطئ التكلفة في قضاء الخضر بمحافظة المثنى على الفقراء، لكن المفارقة هنا كانت في حجم الفساد الذي كان واضحا في تشييد هذه البيوت التي بدت وكأنها آيلة للسقوط بسبب سوء تنفيذ المشروع. دعونا نشاهد. هذا البيت من ضمن مجموعة بيوت دور واطئة الكلفة اللي تم تسليمها مؤخرا للعوائل الفقيرة بهالشكل هذا، هالوضع هذا، لا أرضية، لا بيبان، لا شبابيك، لا ماي، لا كهرباء، وحسبوه مشروع على قضاء الخضر، وحسبوه مشروع على الناس الفقرة، وحسبوه مشروع وسلموه. من اللي يستلم؟ الإدارة المحلية، الإدارة المحلية هي اللي سلمته. زين، الإدارة المحلية شلون استلمت هيك مشروع؟ هذا المشروع اللي هو دور واطئة الكلفة قيمته مليارين دينار. قيمته مليارين. هذا المشروع أكثر من مقاول إجا. وأيضا اليوم احنا من خلال المعلومات ومن خلال اللي وصلنا انه هذا المقاول أو المقاول الأول انه هو ماخذ المالات وطافر، مستلمه مقاول ثاني، والمقاول الثاني من أهالي المدينة. اليوم يا هيئة النزاهة، هل من المعقول مشروع يسلم بهذه الطريقة؟ يعني هل من المعقول بيوت مفلشة تحسب مشروع وتسلم؟ اليوم أنتم نريدكم تحققون بالموضوع. هاي واحدة كجهة هيئة النزاهة. اليوم الجهة الثانية الجهة الرقابية، أعضاء مجلس النواب اللي موجودين بالمحافظة، أنتم جيتوا لهنا، وصلتوا لهذا المكان، شفتوا العالم، التقيتوا بهم، هذا مشروع يسلم، هذا مشروع ينحسب مشروع على المحافظة وعلى القضاء، شلون تم تسليمه وشلون الاستلام من عنده؟ نستمر معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع. يعاني العراق من نقص كبير في عدد الوحدات السكنية، حيث يحتاج إلى بناء 3.5 مليون وحدة سكنية لسد هذا العجز. وتبلغ الزيادة السكانية في العراق نحو 1 مليون نسمة سنوياً، ما يعني ضرورة بناء 250 ألف وحدة سكنية في الأقل للتعامل مع تلك الزيادة. مقابل ذلك، اعترفت وزارة التخطيط الحالية بوجود نحو 4000 تجمع عشوائي يقطن فيه نحو 3.6 مليون شخص، وهي أرقام أقل من العدد الحقيقي، لأن الوزارة طالما اعترفت بعدم امتلاكها معلومات دقيقة عن أعداد الساكنين في هذه الأحياء. ويؤكد مراقبون أن قيمة المشاريع التي لم تنفذ تبلغ مئات المليارات من الدولارات، وتتمثل بخسارة العراق بأنه دفع مقدمات مالية لشركات وهمية أو غير رصينة بواقع يصل إلى 50 أو 60% من دون أي إنجاز، لافتة إلى أن الكثير من تلك الشركات تلاشت مع أصحابها وباتت خارج العراق. ومن الأمثلة الواضحة على هذه المشاريع المتلكئة تلك الهياكل التي كان من المفترض أن تكون مجمعات سكنية في أكثر من محافظة، لا سيما في محافظة ذقار.
تفاصيل أكثر حول هذا المشروع أو مشروع الإيواء اللبناني السكني الواقع قرب الجسر الهولندي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، والذي تم مباشرة العمل في بنائه عام 2013 دون إنجاز بالرغم من مرور 10 سنوات على البدء فيه. دعونا نشاهد. الكثير من الرسائل توصل لي من أبناء محافظة ذي قار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا المجمع اللي هو بالقرب من كلية الإمام الكاظم الجامعة، وتحديدا بالقرب من الجسر الهولندي وباتجاه سجن الناصرية الإصلاحي. طبعا اليوم دخلت داخل المجمع، يشهد الله ورسوله كارثة، يشهد الله كارثة، يشهد الله كارثة ما صايرة. 801 بيت من 2013، 801 بيت من 2013 لهذا اليوم. احنا بالسنة 2022 راح ندخل بال 23 والوضعية مثل ما جاي تشوفون. يا وزارة الأسكان، يا حكومتنا المحلية، يا حكومتنا المركزية، تدرون بهاي الوضعية اللي بمحافظة ذي قار؟ لو ما تدرون بيها، تدرون محافظة ذي قار تعاني من أزمة السكن؟ لو ما تدرون، تدرون بمجمع عندنا في محافظة ذي قار اسمه مجمع الإيواء اللبناني. هذا المجمع من 2013، تدرون بيه تابع إلى وزارة الأسكان؟ لو ما تعرفون. نستمر مشاهدينا الكرام مع نفس الموضوع. مع حديث حكومة الإطار التنسيقي عن إطلاق مبادرات الإسكان التي شكك فيها اقتصاديون، إلا أن حكومة محمد الشيع السوداني بدأت بإزالة منازل المواطنين قبل أن تبدأ هذه المبادرة، وسط غياب الحلول الناجعة على الأرض لتدارك أزمة السكن، لا سيما مع ارتفاع نسبة التضخم المالي وزيادة أسعار الوحدات السكنية التي وصلت إلى أكثر من نصف مليون دولار في بعض المجمعات وسط العاصمة بغداد. وتتجاهل الحكومة الأصوات المطالبة بحسم مصير المشاريع السكنية المتلكئة بالرغم من أن بعضها بلغ مراحل متقدمة من الإنجاز. مثال آخر سنشاهده بعد قليل لمشروع سكني مكون من 66 عمارة سكنية في محافظة ذي قار، ترك عرضة للعوامل الجوية والإهمال بعد إنجازه بنسبة كبيرة منذ عام 2010 دون استفادة حقيقية للعائلات المتعففة. دعونا نشاهد. ولكم هاي عباد الله شافنا بالإيجارات حصر عليها الألف، الشرطي والبلدية والموظف والكاسب والما عنده قاعد ودني 66 عمارة من 2010، وإحنا هسه بسنة 2023. لا لهن كبير، لا لهن رداد، لا لهن ابو شركة، لا اكو واحد يجي يسولف مظلات من 2010 لحد هذا اليوم. ولكم والله عجيبة، ويا من نسولف ويا من نحكي، تريليونات هاي مو مليارات، تريليونات هاي مكتوبة هنا متروكة حتى حراس ماكو. تعال ابوك، تعال وحمس، تعال شو تريد اخذ، تعال انت باسل جدك سيارة وارجع بيت وحمل هذا الطابوق كله فنشة. لا لن كبير ولا مسؤول يوصل هنا، ما ادري بيهن جني طلطل، ما ادري عم هاي الناس الفقرة القاعدة بالايجارات وطوها وسعوها هي تكملها. هاي بالحواسي تقولون عليها. دعونا نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أمير يقول: خويا هاي مشاريع باقوا فلوسهن وشردوا، وهاي مو بس بالناصرية، بكل المحافظات بنوا وتركوهن. أكو محافظات استغلوهن وكملوهن أو باعوهن بمليارات، وقسم انتركن لهسه. صادق يقول: لعد تعال شوف البصرة شقد بيها مجمعات سكنية، هم من 2010 متروكة هيكل دمرهن المطر. تعليق من ضياء يقول: بالعمارة انطوهم الحزب الدعوة والمواطن البسيط، باعوها بسعر 90 مليون. يا فقير اللي يسلموها إلى أنت تحلم. طيب تعليق لدينا من علي يقول: يوجد مجمعات في الديوانية أكبر من هذه تحولت إلى زورة من القصب والنفايات. طيب دعونا نستمع لرأي السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. مرحبا بكم المشاهدين الكرام. حياك الله، أهلا وسهلا.
أستاذ إحنا نعرف محمد يعني العراق من 2003 لحد الآن الأحزاب يعني المسيطرة على العراق العفو كلهم ما أجوا على حب العراق وبناء العراق وتقدم العراق. يعني هالمشاريع الوهمية اللي قاعد نشوفها ونسمع بيها أكثر من 8500 تقريباً آلاف يعني أرقام هواية وكثيرة بغداد ومحافظات. هاي المفروض لو كان عندنا حكومة ورئيس وزراء يعني يشيك هاي الأمور اللي قاعد عندنا نسمع بيها. هاي المفروض تأخذ من مال الشعب. يعني كل ما يصير مشروع وكل ما ينبني يعني بالبداية يعني ما يكتمل. هاي المفروض عندنا رئيس وزراء وزارة داخلية جهات رقابية تحاسب هاي رئيس الوزراء اللي حكم والمسؤول. طيب هسه سؤال يعني قبل أن نجي لهذه الجزئية المتعلقة بمحاكمة السابقين. محمد الشيع السوداني هو كما صدرته وسائل الإعلام المقربة منه وتبعة الأحزاب أنه هي هذه حكومة الخدمات حكومة الخدمات. هاي المشاريع المتوقفة المتلكئة هي هياكل يعني قابلة للإكمال، ليش ما كملهن؟ هو صار له بالحكم أكثر من 9 أشهر، يعني كان ممكن لو بادي بهذه المشاريع المتلكئة والمتوقفة كان ممكن كملها وأصبحت منازل جاهزة للمواطنين المشردين اليوم اللي عايشين بالعشوائيات، بدل ما نقول أنه هيبدأ من الصفر. لا، أكو شيء موجود هيكل الفاسد اللي قبله ما قدر يكمله، ليش هو ما كمله؟ أستاذ محمد، إحنا لو بالعراق يعني إحنا كمواطنين بكل محافظة نعلم بها ونعلم مهاريتنا أينما كانوا، إحنا لو كان عندنا إنجاز مشروع تقدم بناء صناعة بناء معمل لكان العراق بخير. اللي كله بس نسمع بناء فلان مجمع بناء فلان مستشفى بناء فلان مدرسة، هذه كلها مشاريع وهمية يأخذون من عندها الفلوس وأموال يعني من ضمن الأحزاب. أيضا هو كل رئيس وزراء بده يحكم العراق من 2003 لحد الآن هو يعني منتسب هاي الأحزاب. طيب. الأحزاب عندها قيادات وزعماء ميليشيات، رئيس الوزراء ما يقدر يحاسبهم لأنه عنده الأمر يعني باستفادة المواطن العراقي، هاي ما يخلون يستفاد. أما المشاريع اللي لهم المستشفيات الأهلية المولات يعني هواية عجلكم الله من النوادي الليلية، هاي كلها مستفادين من عندها. وصلت الفكرة. أشكرك يعني سيدة أبو عمر من بغداد، شكرا جزيلا. نستمع لرأي السيدة أم محمد من كربلاء، تفضل يا أم محمد. السيدة أم محمد من كربلاء. ألو ألو، تفضل يا أم محمد أسمعك. ألو، أنا عندي قطعة قائب عون منطقة أم الغراغر. طيب. رقم القطعة 62 المقطعة. نعم. أسمعك يا أم محمد. فقدنا الاتصال حقيقة. السيدة أم محمد تحاول تتصل من يوم أمس وهناك يبدو مشكلة عندها بالشبكة أو يعني ما أعرف حقيقة المكان اللي هي تتواجد به. عموما أرجو منها تحاول تعاود الاتصال، لو تقدر تغير مكانها سيدة أم محمد، غيري مكانك شوية لعل وعسى نقدر نحصل على صوت واضح. طيب نستمع لرأي السيد أبو تبارك من البصرة، تفضل يا أبو تبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك عيني، بالنسبة للدولة، الدولة مشتهية بالجسور، مشتهية بالشوارع والمستشفيات، ما بيها سرنجة. نعم، هي علوالة وملتهية بالشوارع والجسور، وينهن؟ حتى ذني ماكو. والمستشفيات ما بيها سرنجة، ما بيها. نعم صحيح. أبو تبارك، بس نص صوت التلفزيون لو سمحت حتى أقدر أسمعك بشكل واضح. نعم نصي للأخير. الحكومة ترجع على الفقير، ترجع على المتجاوز، ترجع على 50 متر، ترجع على 100 متر، زين؟ وما تباوع الروحة، ما تباوع للمولات من بنات، ما تباوع للقاع خذوها، ما تباوع. نعم. بشنو مشغولة هاي الحكومة يا أبو تبارك؟ أبو تبارك لو سمحت مرة ثانية نص صوت التلفزيون للأخير.
نقصات الاخ كلش بعد. تمام، برايك بشنو مشغوله هاي الحكومه؟ اذا هي لا موفره علاج بالمستشفيات، لا اجهزه بها خير، لا مستشفيات بها خير، يعني كل من منتهي بربعه وكل من منتهي بجماعته. نعم. وكل من منتهي بدرجته وهاي الناس والله الفقر الله وكيلك ويصبح يمسي كده يصبح يمسي يتكلم عن الوطن والمواطن. بعد هو منو اللي ديبوق ومنو اللي ديخرب؟ يقول لك عوف ان الباق وعوف ان الحرمله خليه يبوقون، بس تدري انت بالمستشفيات ما يقدر يقتل كذا ما يموت لو ما ادري. نعم. تدري بالمستشفيات ما يقدر يقتل كذا ما يقتل اذا قرر يموت لو ما ادري. صحيح. وعرضنا هذا الشيء تكلمنا عنه. نعم. زين وين نروح؟ هذا هو السؤال. شنو مصير المواطن؟ شنو مصير المواطن في زمن حكم هاي الأحزاب؟ اليوم أكو بعض الناس اللي يدافعون، بعدهم يدافعون عن حكومة السوداني، بعدهم يدافعون عن هذه الأحزاب. يقول لك السوداني والله أحسن من اللي قبله، الكاظم يفاسد هذا السوداني. لا إن شاء الله يسوي لنا شيء. 9 أشهر أو أكثر، 10 أشهر، ولغاية الآن ما حقق شيء للمواطن. شو وقت منتظري يسوي شيء؟ عم السوداني قطعنا كل البافورية وقطعنا كل شكر. نعم. مو طب للمستشفيات وقال الله لا يوفقنا على هالخدمة. وين العلاج؟ لا رح نتلاقي. نعم. سيد أبو تبارك، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. رسالة من أحد المشاركين يقول: العقارات غير المكتملة في العراق هي بسبب المقاولات من الباطن. المقاول يبيع المشروع إلى مقاول آخر وهكذا إلى أن تنفذ الفلوس ويهرب آخر مقاول إلى خارج العراق. هذا طبعا ملخص للمشاريع المتوقفة والمتلكئة وأسباب توقفها وتلكؤها في العراق أو رداءة وسوء تنفيذها لهذه المشاريع إن أنجزت في بعض المناطق. دعونا ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. ارتكزت عملية الترويج لشخص السوداني منذ لحظة توليه منصب رئاسة الحكومة الحالية على ركائز أساسية عدة. لم يكن صعوده من الصف الثاني إلى رئاسة الوزراء مطرزا بالأسفلت والمقرنص فقط، فالسوداني بحسب الصورة الذهنية التي روجتها ماكينته الإعلامية هو أول رئيس وزراء بعد 2003 من الداخل. لذا هو يعرف ما يريده الناس على حد قول ماكينته الدعائية القريبة منه. مع ذلك لابد من دعم هذه الدعاية بشيء من مشاريع تعبيد الطرق والمقرنص التي باتت علامة فارقة للحكومة في محاولة لتصويرها على أنها حكومة خدمة تسعى لتحسين الخدمات. ولكي يدعم هذا التصور أو يدعم هذا التصور الشعار الأبرز الذي حمله السوداني خلال أشهره الأولى حينما قال هذه الحكومة هي حكومة خدمات، وحينما أكد أيضا أن العراق مقبل على ثورة إعمار ومشاريع، لكن الفترة الماضية من حكومته لم يظهر خلالها سوى إكمال بعض المشاريع البسيطة لتأهيل الطرق وتعبيدها بشكل صوري وبصورة متلكئة وبطيئة، الأمر الذي جعل حكومة السودان مثارا للانتقاد مع أبسط مشروع تعلن عنه، كما حصل مع مشروع صيانة جسر الجادرية في بغداد. دعونا نشاهد. هذا جسر الجادرية، إيه ما تقول لي شنو صاركم فوق الشهر؟ هن عطل هذني الموصلات بيناتهن، عم يروح يشوف الصين بأسبوع دا تبني جسور 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 كاملة دا تبني بأسبوع. إحنا وين والدنيا وين؟ عمي وزارة البلديات الله يخليك أبو الأشغال، شنو يلا اليوم شكو ولا واحد ولا عامل ولا هاي. ادري هاي الناس يعني شنو هاي السيارات والناس ولا ما لهم حوبه، ما حد يباوع عليهم، ما حد يجي يعبر على هذا الجسر. ما يصير يعني احنا اليوم متى نظل احنا متخلفين؟ اليوم متى؟ ما شاء الله كلكم دكاتره وكلكم مهندسين واستشاريين ودنيا وهاي. يلا هاي هذا باوع 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 هاي شنو هسه هاي؟ وين العمال؟ وين اللي يشتغلون؟ زين انتوا اذا ما عندكم مقابيه ليه تحفرون؟ خلوه على العطل ماله وخلي الناس تمشي، خلوه على العطل ماله وخلي الناس تمشي، بس مو تضيقون العالم. يلا هسه هذا شنو هسه هاي؟
يلا باوعها باوعوها باوعها باوعوا هاي هاي شني شني هاي هذا هذا شني شني هاي يلا يلا شني هذني شني هاي يصير هاي لو بس في العراق العظيم يصير كافي عاد كافي عاد يا معودين. نبقى مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. في غضون ذلك طالب عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي الحكومة بتقديم تفسيرات بشأن توقف إعادة تأهيل طريق بغداد الموصل ومدخل بغداد الشمالي من جهة التاجي بعد التصريحات الاستعراضية كما وصفوها لرئيس الحكومة الحالي حينما وعد بتطوير الطريق وإشرافه شخصيا على هذا المشروع. واستغرب عراقيون من توقف الآليات عن العمل بالرغم من الحاجة الماسة لتطوير الطريق الذي يعاني منه العراقيون منذ 20 سنة بسبب الزحامات المرورية وغياب الإدامة. دعونا نستمع لشهادة أحد المواطنين ممن مروا من طريق التاجي وحديثه بشأن توقف العمل في مشروع إعادة تأهيل الطريق في تناقض واضح مع تصريحات محمد الشيع السوداني بشأن إشرافه الشخصي على إعادة تأهيله. لنشاهد. يوم تدي هاي المساء بدخل بغداد ونحن نخرج من بغداد الغالية. شوف المأساة، شوف يا أخي أنت شركة كورية صينية، وهذا الشارع انباع 1000 مرة انباع. خرج وشيت على باب كلها 30 كيلو، 3 طار 100، صار قصة عنتر. يا اسلام محمد، شوف على الزحام هذا، بزعنا والله من الحكي من الفيديوهات، بزعنا والله. وين الآلية مال عمل؟ بتقول الآلية هاي الآلية وين؟ دعونا نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. خالد يقول: كل المشاريع بدون عمل وراح تبقى هيك منا 20 سنة بدون عمل. تعليق لدينا من نهاد يقول: نفس الشيء مدخل حلة بغداد، ما أعرف بعد ما وجه السيد السوداني بضرورة أن تكون 3 شفتات عمل تجد بأرض الواقع ولا آلية بالمشروع، ليش ما تعرف. أحمد يقول: الأحزاب تريد حصتها من كل مشروع، لهذا يبقى الحال على ما هو عليه. وعبد الستار يقول: إهمال متعمد للأسف، لا يوجد رقابة ومتابعة حقيقية. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا في هذه الفقرة. تحولت نقاط التفتيش في العراق بعد عام 2003 إلى شبح فساد يلاحق السائقين والمواطنين المارين من تلك السيطرات على حد سواء، فضلا عن الموت المحقق الذي يلاحقهم هو الآخر بسبب رداءة الطرقات، حيث تحرص القوات الأمنية والميليشيات المرافقة لها على ممارسة الابتزاز للسائقين وما يعبر من هذه السيطرات أو تلك في عراق 2003 العراق الجديد الذي بات الفساد فيه، ومحاولة ابتزاز السائقين ظاهرة تزداد وتنتشر يوما بعد آخر، وأصبح بيع وشراء السيطرات وتشييدها بوابة من بوابات الفساد التي تدر ملايين الدولارات إلى خزائن الفاسدين والمتنفذين، حتى بات من غير المستغرب أن يتم تشييد سيطرة ثالثة في محافظة النجف بكلفة باهظة، وسط تساؤلات عن أسباب تشييد هذه السيطرة بهذه الكلفة الكبيرة في ظل حاجة الناس لمشاريع خدمية على تماس بحياتهم. لنشاهد. لا يوجد مشروع بالنجف به هدر للمال العام وبي شبهات وبي سوء تنفيذ وبيسوء اختيار أكثر من هذا المشروع، وهو إضافة سيطرة ثالثة داخل النجف تبعد 1.5 كيلو عن حدود مدينة السلام السكنية الكبرى، وبهاي التكاليف الهائلة تكلفة 120 مليار دينار عراقي سيطرة وبوابة وبنايات وياها، من أجل شنو؟ ليش هذا هدر المال العام؟ ليش انت عندك سيطرة رئيسية عمود 640 على نفس السايد، وعندك سيطرة اكبر من عندها بعد عمود 350، انت تريد تسوي بعد سيطرة ثالثة داخل النجف بعد 1.5 كيلو عن مدينة السلام، ليش؟
هل هدر للمال؟ زين عندك دنيش السيطرات استفاد من عدهن، وهاي الفلوس حطها بمكان بفائدة. نستمر في الحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. يحاول كل من يرتدي زي القوات الأمنية استنزاف المواطن بشتى الوسائل عند عبوره من خلال السيطرة التي يقف فيها هذا المسؤول الأمني أو هذا الضابط أو هذا العنصر، حتى وصل الحال ببعض هؤلاء على إجبار السائقين على دفع مبلغ 5000 دينار عراقي أو ثمرة محصول الرقي أو الرقي أو البطيخ كما يسمى في بعض المناطق، كما حصل في سيطرة الحسينية من قبل أحد ضباط المرور. ولكم أن تتخيلوا مدى الانهيار حينما يؤمن أمثال هؤلاء أو يؤمن أمثال هؤلاء على أمن العراقيين ويسمحون بمرور السيارات مقابل حبة رقي أو بطيخة. خلينا نشوف. مرور الحسينية برقية قام يعبر هذاك وشوفونه يبغى رقية شالها عبار ما سيارتي فارغة وفرني خلاني أفتار قام يعبر برقية وياخذ 5000 يا رقية تشوفون المرور على مرور البوابة البوابة مال الحسينية 5000 يعبر عندك 5000 تعبر ما عندك 5000 ما تعبر يا. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. من أمثلة الجباية التي أصبحت علامة فارقة للفساد ما يقوم به العاملون في هيئة النقل التابعة لوزارة النقل حينما قاموا بقطع الشوارع أمام السائقين لمساومتهم على دفع مبلغ 10000 دينار عراقي بوصولات وهمية أو أن يتم تغريم هؤلاء السائقين بمبلغ 100000 دينار عراقي في حال امتناعهم عن دفع هذه الغرامة. دعونا نشاهد كيف يقدم هؤلاء الموظفون على استحصال الغرامات بصورة جائرة كما وصفها السائقون في شارع الدباش في مدينة الكاظمية ببغداد. لنشاهد. ذول السلابة ضاعوا ذول السلابة يسلبون بالعالم سادين الشارع ضاعوا ساعة بيش هسه ساعة بالوحدة ونص قاعدين يسلبون بالعالم بار 10000 دينار ياخذون قوة مروة باعوها بار أصور والله يلا هذا شوفوه ها يقول لي أصور باوي بار خويا ما شنو ياخذون من عندك؟ ما شنو تعطيهم 10؟ جباية ها؟ جباية؟ لكن شيء ها شوفوا هاي ايش قد اخذ منك؟ 5000 باوي؟ تعال لو تعطينا 5000 10000 صورت ليش ما صورت؟ صورته صورته باعوا قاعدون يسلبون بالعالم ليش الله يرضى محمد عباده ايش قد اعطيت حجي؟ طيب ايش قد؟ 5000 واقفين هنا سلابة كل يوم تطي 5000 غرمة باعوا؟ مع لواقية باع شرد إلى شرد باع شلون؟ باع باوي؟ شوف الازدحام الصار باوي باع سادين الطرق على العالم باع. مشاهدينا الكرام دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. الحاج علي التميمي يقول العراق أصبح بلد الفرهود ويا ستار من القادم. رشيد يقول وين وزير النقل؟ أكو جباية بالشارع؟ المن هاي عصابة المافيا أو المن هاي عصابات المافيا؟ طيب محمد يقول هي هاي الدولة مبنية على هذا الشيء مو اجتهاد منهم. والسلطان يقول ظاهرة تسليب بغطاء قانوني يتطلب تدخل رئيس الوزراء لهذه الظاهرة السلبية. دعونا نستمع مشاهدينا الكرام إلى رأي السيد أبو علي من واسط. أبو علي أريد منك تعليق على المقطع الأخير اللي شفناه فيما يتعلق أو حتى الموضوع القبل المقطع اللي قبله فيما يتعلق بعملية الجباية والإتاوات المفروضة على الناس بالسيطرات أو مثل هذه اللقطة بالشوارع بالكاظمية. مساء الخير لحضرتك، مساء الخير لجمهور الراشدين. مساء النور حياك الله.
هالكريم بالنسبة للي شفت المقطع الفيديو ومقاطع فيديو موجودة. هذه طبعا هذه تيجي التسلسل من مدير الشرطة إلى الشرطي الواقف اللي يأخذ فلوس من السيارات. هذا اتفاق موجود، يعني هذا صحيح كان قديم موجود. لكن كان قديم، كان راتب الشرطي ما يتجاوز 5000 دينار أو 25000 دينار، لكن اليوم راتب الشرطي 1.5 مليون. ولكن اليوم السبب هذا هو غياب المسؤولين. كذلك الشرطي هذا البسيط اللي يشوف الضابط يقول له أنت روح جيب لي يومية 100000 لو 200000 والباقي له. فأكيد راح يتفقون مع شرطة المرور ويتفقون مع القوات الأخرى الباقية. يعني احنا شفنا يعني مثل ما هذا موجود مقطع الفيديو، شفنا اللي بالفاو بالفاو واقف ياخذ 5000 يحطها في جيبه يروح. يعني هذا مو شيء جديد، لكن احنا نقول كدولة، يعني انتم كدولة موجودة، وزير الداخلية أو وزير الدفاع اللي يومية يطلع ويقول احنا راح نقضي على الفساد. انت اذا على رشوة ما تقضي، انت قاعد اساسا هو يشجع من يخلي نقطة تفتيش او سيطرة بين كل سيطرة وسيطرة كيلو متر ونص. يعني شنو معنى؟ يعني هذا حفظ. طيب هم ليش ما يتبعون سياسة ضرب الكبير حتى يخاف الصغير؟ ليش ما يعاقبون كبار الفاسدين، كبار هذه الحيتان، هؤلاء الذين يسيرون هؤلاء الصغار كما وصفتهم، وصفت هذا اللي الشرطي شرطة المرور اللي بالشارع انه اكو اوامر اكبر منه، ليش ما يضرب هؤلاء الكبار حتى من يخاف من هو اصغر منه؟ من هو اللي يضرب؟ السوداني، وزير الداخليه، او وزير الداخليه معين، وزير الداخليه والسوداني وغيره. نعم نعم، هم بالتسلسل سيد الكريم. وزير الداخليه اكو حزب معينه، نعم. الحزب يقول انا اريد من عندك كل سنه مليار دولار تطلعها لي شلون ما شاء، لين تطلعها؟ نعم. هي اساسا اللي عينت السوداني وعينت الاحزاب هم اساسا فاسدين. يعني هذا الكلام هذا الكلام اكو لغايه الان بعض العقول في العراق ماذا تفهم او تستوعب او تؤمن بهذه الحقيقه الموجوده، اللي هي اللي جاء بالسوداني هم الفاسدون، هي نفس الأحزاب اللي دا تحكم العراق من 2003. أنت شلون منتظر من عنده أنه يكون شريف ووطني ويبني؟ مستحيل سيد الكريم يكون هذا. شوف الطبقة السياسية الحكمت من 2003 لحد الآن، نعم. يعني يمكن 99.9 كلهم فاسدين، لذلك هم مستمرين وما يسمحون لأي حزب جديد أن يدخل معاهم حتى ما يشاركهم بالفساد، نعم. ولا يحاسبهم. يعني ماكو محاسبة. يعني تتوقع واحد يبوق 1.5 مليار ويطلع، يسموها سرقة القرن. يعني حقيقة مهزلة أنه 1.5 مليار بالعراق اسمها سرقة القرن، وكو 1.5 تريليون ضايعة. سرقة القرن سميناها ونشرنا، ويطلع يوقف يسطر المبالغ على صناديق ويقول احنا حصلنا بالدينار العراقي. حاتم اللي يسرق ليش يطلع براء؟ هو مو سارق؟ مو انتم قلتوها سرقة القرن؟ طيب سرقة القرن ليش يطلع براءة؟ نعم. ليش يطلع برا؟ وترفع الحجز من على ممتلكاته، ويعني يصبح حر طليق، وربما باكر عقبه ينزلوا له اعتذار رسمي من قبل من رئيس الجمهورية موقع. بالضبط صحيح. واللي يبوق له حمامة، طفل يبوق له حمامة، ولا يشوفونه مفطر برمضان يسجنونه شهر وشهرين. ذاك يومك واحد محاسب ديوانية يقولون هدر، شوف مو سرقة، هدر بالمال العام بقيمة 7 مليار دولار، نعم. 7 مليار دينار، وسجن 7 سنوات. يعني اللي يبوق 2.5 مليار دولار هذا ما ينسجن، بس اللي يهدر 7 مليارات دينار هذا يسجن. أشكرك أبو علي، شكرا جزيلا، كنت معنا من واسط. ويانا السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي حياك الله. أبو علي من الديوانية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي ذولا صاروا رؤوس المال، نعم، المسؤولين عن الدوائر صاروا رؤوس المال بالعراق. نعم. المن تحكي المن تقول؟ لا هو لا هو يعني أبسط شيء، لا مدير المستشفى هو حرامي. تدري سيد أبو علي، المن نريد نحكي والمن نريد نقول؟ نريد نحكي ونقول لهؤلاء اللي بعدهم يعتقدون أن هذه الأحزاب ممكن يطلع منها شيء إيجابي أو خير للعراقيين. هذا الكلام اللي دناقش به المواضيع اللي دنطرحها حتى توصل لهذه العقول اللي بعدها للأسف مقتنعة أنه ذولا ممكن يطلع منهم شيء إيجابي. الله
وكيلك انا كرهت حتى العراق من دولة، كرهت حتى يعني طلعوا الناس من دينهم من وطنيتهم، طلعوا هؤلاء طلعونا يعني طلعنا كرهنا الدنيا كلها كرهنا من وراهم. اللابس عمامه حرامي، المثقف حرامي، ولا والفقير يا الفقير ترى فريسه لهم، فريسه لهم يعني اصبحنا غنيمه لهم لا اكثر ولا اقل. يعني نفط ماخذينه ودور التلفون يدورون بجيوب المواطنين. صوتك حقيقه يروح ويجي. سيد أبو علي أنا أشكرك، يعني تقريبا وصلت الفكرة، لأن حقيقة أكون مشكلة بالصوت. عموما شكرا جزيلا سيد أبو علي من الديوانية للمشاركة. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى الموضوع الرابع لدينا في هذه الفقرة، وطبعا هنا نأتي إلى التماس المباشر مع المواطن العراقي. يعتمد العراقيون منذ 30 عاما على مشروع البطاقة التموينية الذي ابتكرته الحكومة عام 1900، الحكومة السابقة عام 1991 لمواجهة الحصار الاقتصادي. وحظي المشروع بإشادة منظمات وخبراء اقتصاديون بفضل قدراته على أو قدرته على انتشال العراقيين من المجاعة في ظل الحصار، إلا أنه شهد اليوم أي بعد 2003 خللا في إدارته وتراجعا في كمية المواد الممنوحة للمستفيدين من البطاقة التموينية، فضلا عن توزيع مفردات غير صالحة للاستهلاك البشري. وأكد عراقيون أن هذا الأمر كان واضحا في مفردات حصة شهر آب الجاري، حينما كانت مادة الفاصولياء مليئة بالديدان ولا تصلح حتى علفا للحيوانات أجلكم الله، الأمر الذي دفع أحدهم إلى توجيه هذه الرسالة لحكومة محمد الشيع السوداني ولوزارة التجارة فيها عقب استلامه لهذه المادة الفاسدة. دعونا نستمع. هاي شوفوا يا ناس يا عالم، هاي الكمية تونا استلمناها، فاصوليا حكومة محمد الشيع السوداني وحكومة الإطار، فاصوليا مدودة للشعب العراقي. ليش هاي مال الشعب وين تروح؟ وزير التجارة حاشرت على هاي الفاصوليا المدودة، وانتم هاي مو بشرية جاي تطوها، هذا شعب جاي تهبون دي ليل ونهار، مليارات تموقون يا حكومة الإطار. ليش هالشكل فاصوليا مدودة خاشية؟ لا تقدر تطيها للمواكب حتى الله ما يرضى، ولا تقدر تطيها لعائلتك حتى ما حد ياكلها، ولا الحيوان هم خطية ياكلها. ليش؟ وين راح محمد الشيع السوداني؟ وين راحت حكومة الإطار الفاسدة؟ طلعوا يا شعب وانتم فاصوليا كلها مدودة. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. يستفيد من البطاقة التموينية قرابة 80% أو أكثر من الشعب العراقي، وحاولت الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 في أكثر من مرة إلغاء البطاقة التموينية، لكن الأمر له تبعات وخيمة قبل أن تقدم على حجبها عمن يبلغ مرتبة أو يبلغ مرتبه مبلغ 1,000,000 دينار عراقي، فضلا عمن اختار الهجرة إلى خارج العراق هربا من جحيم الحياة في الداخل. ومع هذا لم يستفد الأكثر استحقاقا من مفردات البطاقة التموينية من ذلك القرار، وبقيت المفردات الموزعة بين الحين والآخر وبشكل متقطع مثار سخرية عند العراقيين بسبب يعني فسادها، وكذلك مادة أو يعتبروها مادة غير صالحة للاستهلاك. طبعا هذا الموضوع جعل الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي يعبرون عن إدانتهم للحكومات المتعاقبة كونها شاهد حي على فسادها. دعونا نشاهد كيف علق أحد المواطنين من قضاء الشطرة على مادة الأرز التي استلمها ضمن مفردات البطاقة التموينية بعد أن وجدها مليئة بالديدان والحشرات. لنشاهد. رحت الوكيل استلمت هاي الكمية، شوف هذا التمن، التمن عبارة عن تقريبا ربع أجلكم الله قمل والثاني تمن، يعني هسه مكرم السامع أجلكم الله حتى الحيوان ما ياكله. يا بحاجيت الوكيل قلت له، يقول والله هذا اللي استلمته اني من الحكومه، وفعلا الكيس هو شقه. فهذا شوف هاي الكميه يعني وين توصل ما اعرف، شنو هاي؟ وين كانت مخزونه؟ المن المشتكى ما نعرف، المشتكات لله. يعني ما بقوا شيء ما سووه، شنو اللي بعد اللي يسووه؟ اريد هذا اشوف وصل الصوت، المشتكات لله. عسى وعن أكو شريف إن وجد.
لنتابع مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. علي فالح يقول: مخازن التجارة عبارة عن مخازن خاوية لا يوجد فيها أبسط شيء. المفرغات طبعا يدود وكلها نقص، أقل شيس كيلو نقص. قحطان يقول: لو أكو شريف ما وصلنا لهذا الحال، لكن للأسف أو حتى لو كان هناك شريف هم يغرق ببحر فسادهم. أبو عباس يقول: هذا يكلف الدولة الكيلو 1350، لو ينطون مبلغ بمكان الغذائية مو أحسن؟ بس هم حرامية ويشتغلون بكيفهم، ماكو رقيب. تعليق لدينا من حسين يقول: وزارة التجارة العراقية مسوي لهم هاشتاج تقول أحسن إنتاج ومواد بالسلة الغذائية. مشاهدينا، ننتقل الآن إلى فقرة أنت ترى. فرقت القوات الحكومية تظاهرة أمام مدينة بابل الأثرية، نظمها أبناء قرية سنجار في محافظة بابل بعد صدور أوامر حكومية بإخلاء منازلهم التي يمتلكون سندات رسمية بملكيتها منذ أيام الدولة العثمانية بذريعة تشييدها فوق منطقة أثرية. وأشار المتظاهرون من أبناء المنطقة إلى وجود أياد خفية تسعى إلى الاستحواذ على منطقتهم تحت غطاء حماية الآثار في وقت لم تقدم فيه أي حكومة سابقة أو لم تقدم أي حكومة سابقة على مثل هذه الخطوة التي وصفوها بالجائرة. دعونا نشاهد هذه اللقطات من فض التظاهر بالقوة ولقاءات مع سكان المنطقة في المقطع الذي وردنا عبر خدمة أنت ترى. الشغب يجي هنا يتعدى علينا. احنا اليوم نطلب على الحق وليس باطل. عندنا موافقات، قل عندنا موافقات. عندنا موافقات رسميه. هل واحد يقبل يطلع من بيته؟ ضميره يقبل واحد يسحبه من بيته؟ منطقه صار 400 سنه. عمي ما صايره. هاي سنين صايره. ها؟ قرن. سنجار هي بهالمكان هذا. بحر جابهم بالطاري. احنا من جده وجدود قاعدين هنا بهاي البيوت وما قبل اثار. احنا قاعدين من جده وجدود وطابوقه ما ماخذين من الاثار وبانينها، وذنيش عندنا بلوكات بانين جماليات وقاعدين بين كل شيء ما عندنا. احنا كل شيء ما عندنا. نريد الناس الخيرين يتدخلون، نريد الحكومه، نريد ونريد الناس بهاي الرجع يريدهم يتدخلون علينا. رحم الله مطالبنا. امتى اوقع حال؟ لا ترحيل، ماك ترحيل، لا اما وقع حل. لان احنا صار لنا 150 سنه هنا، يعني انا قاعد اسوي الطابو العثماني. هاي سندات، هاي سندات، هاي الدوله العثمانيه مسويتها. ننتقل الان مشاهدينا الكرام الى فقره الهاشتاج. قال المختطفون العراقيون الذين وصلوا العراق عبر منفذ الشلمجة الحدودي عقب اعلان تحريرهم من قبل قوات امنيه ايرانيه انهم كانوا مختطفين لدى مافيات الاتجار بالبشر الايرانيه في منطقه تشالدران في محافظه اذربيجان الغربيه الايرانيه. وشكك مدونون بروايه قوات الامن الايرانيه بعد ان اضطر ذوي المختطفين الى دفع الفديه المطلوبه مقابل شراء الحريه لابنائهم قبل ان تعلن قوات الامن الايرانيه تحريرهم او تحريرها لهم. وتساءل عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي عن مصير باقي المختطفين العراقيين في ايران بعد اكتفاء السلطات الإيرانية بإعلان تحرير ثلاثة منهم فقط. بدورها أكدت مصادر مطلعة وجود نحو 10 مختطفين آخرين في عداد المفقودين في ظل تضارب الأنباء عن مصيرهم بعد تداول معلومات عن مقتل عدد منهم وسط صمت حكومي مطبق في العراق حيال قضية المختطفين في إيران. دعونا نستعرض معا التغريدات مع وسم المختطفين العراقيين على منصة إكس. لينا تقول: وصول ثلاثة من العراقيين المختطفين في إيران عبر منفذ الشلامجة بعد أن تم دفع الفدية للخاطفين وتحريرهم من قبل قوات أمن إيرانية. وماذا عن بقية العراقيين المخطوفين من قبل نفس العصابة داخل إيران؟ ولماذا حكومة الذيول التزمت الصمت وكأنهم غير عراقيين؟
حسن يقول: الأخبار على المختطفين العراقيين ما تطمن جدا، اللي تم تحريرهم فقط ثلاثة: منتظر ناصرية، محمد بشار، موسى كاظم موسى، والباقيين مصيرهم مجهول يا أصدقائي. إضافة إلى أثناء الاشتباك مع العصابة قتل شاب عراقي الاسم علي لقمان من سكنة بغداد، والآن الجثة في الطب العدلي في إيران. تعليق من مختار يقول: ليش جهاز المخابرات العراقي ما ينفذ عملية خاصة وينقذ المختطفين العراقيين في إيران؟ وتعليق لدينا من نذير يقول: الشاب علي لقمان انقتل، أحد المختطفين العراقيين في دولة إيران الساقطة، أين دور الحكومة العراقية؟ أين دور وزارة الخارجية؟ أين دور السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية؟ كل من تم ذكرهم من غاضين البصر عن هذا الموضوع. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.